مدينة للجميع، مدينة للجميع اللي رئيستها هدى العباسي، واللي المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باش تكون ممثلة يوم السبت في شخص محدثتكم كمنشطة لهذه الصبحية إن شاء الله. باش نكونوا موجودين في ساحة برشلونة باش نحطوا المواطنين والمواطنات في وضعية إعاقة. حط روحك في بلاستي في وقت درجين من زمان بين برشلونة والباساج في المترو، وباش نصوروا عن طريق الفيديوهات وكل ونشوفوا شنو حسوا الأشخاص غير ذوي إعاقة باش نجموا نوصلوا إلى وسائل نقل نافذة لازم نضمنوا مناصرة. قبلت في برشا خدم وصارت لي المشاكل انها ماهيش اكسيسيبل، فما يا في الطاقه الثاني يا فيها اربع درجات كل يوم، قالوا لك ما نجموش نطلعوك ونخبطوك كل يوم انك باش تخدم وترجع نرجعوا نهبطوك، ما وافقوش فتلغات للخدمه برشا خدم تلغات لي. هذا كله على خاطر ماهيش اكسيسيبل، هذا كله على خاطر ما فماش لي روم، ما فماش اسانسور حتى تبدا طاق ثاني ولا طاق ثالث، من حقك باش يعملوا لك اسانسور باش تطلع فيه. حتى الإعاقة البصرية عندنا المحرمة، نغمزوا لك عيونيتك ونعطيوك العصا البيضاء وابحثي عن الأبواب وحاولي أن تصعدي إلى المترو الخفيف ولوج على المحطة نتاعك بدون ما تسمع صوت ناطق. المترو للكولية والنفاذ مش مزية، المترو للكولية والنفاذ والدستور الكالية مش مزية والدستور الكالية. بصراحة يعني وقت الآن نطلع المترو يبدأ المترو معبي، اللي هذا قوم وعاق قوم وعاق قوم مسكين قوم قوم خلي له بلاصة قوم قوم ربح ثواب قوم ربح شنو قوم خليه يقعد، في حين انا ساول انا جو سوي كابابل اني نكمل ثنيه واقف اذا كان ما فماش بلاصه، ونرضى روحي نكمل ثنيه واقف على انه كرامتي تداس بالطريقه هذيك ويقولوا قوم فهمني قوم وعاق مسكين اربح ثواب اربح رحمه اربح درشوا. احيانا في المدرسه وقت اللي الاستاذ او المعلمين يزيدوك في النوت على خاطرك انت ريانكو خاطر انت بيرسون هانديكابي. احنا في تونس يقولوا 2.9%، ولكن المنظمه الدوليه للصحه تؤكد انه 13.5%. بالنسبه لوسائل النقل العمومي اللي عاطينا بطاقه نركبوا فيها معناها بامتياز انه بلاش فلوس، بطاقه الاعاقه مازالت تتقدم بالمحاباه. كي نعملوا صفقات العموميه باش نشريوا وسائل نقل ما نعملوش حساب الاشخاص ذوي الاعاقه، وبعد كيف نجيو احنا نطالبوا ونقولوا راكم ما حسبتوناش يقول لك راهي القضيه قضيه فلوس. مو من الاول انت كي باش تشري حاجه اشريها نافذه للجميع، لك من وسائل النقل العمومي اللي ماهيش مهيئه ولك من وسائل النقل الخاصه اللي تقف حسب المصلحه نتاعها، معناها ما ثماش مسافه بعيده ماذا بهم ما يقفوش، وكي يقف يحب يعطيك مبرر انه مش قانون انه يهزك حتى 10 متر، يحب يعطيك مبرر انه يقفلك خاطرك ما تراش ولا خاطرك ما تمشيش ولا خاطرك ما تسمعش. انا مواطنه تونسيه عندي شهاده قريت بها نعدي نفس المناظره بنفس الحظوظ مع توفير الاليات المناسبه، بمعنى اذا كاني انا ما نراش لازمك توفر لي صاله وتوفر لي ربع الوقت وهذا منصوص عليه في القانون، وقت اللي انا معنا ذا اعاقه عضويه كي تعطيني قاعه لوطه باش نجم انا نكتب خاطر كي باش تعطيني الفوق ما نجمش نعدي، يعني التدابير التيسيريه هي لضمان المساواه باش نجموا نكونوا في اطار تكافؤ الفرص. بالنسبه للاليات التعويضيه كما الكراسي المتحركه وكما العصي البيضاء وغيرها، نقول لك للاسف الشديد على مستوى تونس الجوده ماهيش حاجه كبيره، كي تشري كرسي متحرك من تونس ما ينجمش يكمل لك العام، لازم الجوده نتاعو هو لازم طرقاتنا، فاغلب الاشخاص ذوي الاعاقه مضطرين انهم يدبروا في روسهم كيفاش يجيبوا كراسي متحركه من برا، واللي ياخذها من تونس معناها عنده تعب كبير. بالنسبه للعيسي البيضاء كان زمان الاتحاد الوطني للمكفوفين يوفر العيسي هذوما عن طريق هبات من خارج تونس، وايضا كانت تخدم على مستوى المركز سيدي ثابت، حاليا مش موجودة، كل واحد فينا قاعد يشوف فيها بطريقته. وثم بعض المؤسسات الطبية
قاعدة تبيع في العسير البيضاء هذه، ولكن النفاذ إلى المعلومة مش قاعد يوصل. زملائنا ذوي الإعاقة السمعية كيف كيف معناها الليزاباري اللي يستعملوهم على مستوى الأذن ديما في تونس يتشكاوا من الجودة لأنه ما تشدش برشا، ما تدوم لهمش برشا. عندنا إشكالية أخرى وصعوبة أخرى هو التكنولوجيات الحديثة. تعرف اللي احنا بالتكنولوجيات الحديثة نجموا نواكبوا كل المجالات الحياة، الإشكال هو أنه التكنولوجيات هذه باهظة في الثمن. ليش نلوز على قدم؟ ما نقول ما معناها هذا مثيلة مثيلة حتى تر قد استعاط أنا بدين قافة لبي حد يقول فكرة خايبة عليا ولا حتى في الفلانس قسيا ولا حاجة، فهمت؟ حاولت بالحق، حاولت لوش على قدنا مكلمت بالتليفون بعد ما جاوبوني، معنى متول حاجة عادية معنى تين نحن كل أما أنا فقط أنا بشي فقط على قدر كينا معناها نقلش بيها كتتكلم ولا بلكي هي هذا تسمع في القدمة كيف تقدم هذية وكيفاش أنا فقط معناها في شارع محمد خامس وكل قيات كبيرة فيها باش نكلاها، لكن حاسة متأكلها أقوى من ست أوتيل. كلمت ديبارتمون متاع محتاج قتلوا على حس الكلاها قوي برشا، وميتي لازم تعمل شوية هكا معناها في السهل فما حاجات كبيرة ياسر بكتشور هذاكا. قليلية هي فرقة قلي، معناها تفقي ياخيهم متاعو هوا معناها. وما قديت حتى من بروف قال لي موني إذا كنت نازم تتكلم مثل اكتب في الورقة، قلت علي تقني قلينا قلت بيتا معنا كيفاش البروف في الفاكولتي معنا قال لي اكتب نازم تتكلم أصغر ذوي إعاقة راه مطويتها كيفنا كيفكم، أنا نعيش كيفكم أنتم جس نحيو لي باغيير نحن من البغيق فسنكمل أيها معكم.